أنا آسفة لو كنت اتكلمت بطريقة سخيفة، أعذريني أنا فعلا تعبانة. عليكي من ده بإيه؟ إيه اللي كبرك؟ أنا جسمي تعبان بس عقلي لأ. يا شوشو أنا لو عملت حاجة ضد مبادئي أموت. الشر عليكي يا حبيبتي بعد الشر. أيوة كده بقى، طلعي حبة من الحنية اللي مخبياهم دول. مارة مارة، أنا ليه غيرك؟ أنا كمان مليش غيرك. أيوة اقعدوا انتوا بقى حبوا في بعض، وانا جوزي طلعني علشان اتأخرت. يا جدع افهم، انا مفيش ما بيني وما بينها اي حاجة، انا بعملها زي اختي مش اكتر، حتى احتراما للشيخ يوسف. وبعدين لما بقول لها خلي بالك على نفسك والكلام ده، بقى بتكلم بجد مش قصدي حاجة. خلاص يا عم، الف مبروك، الدنيا طلعت سالكة اهي. بس حنين صغيرة يا جماعة. الفكرة مش صغيرة ولا كبيرة، الفكرة انا فين وهي فين. وانت ايه بس يا منعم اللي طلع الفكرة دي في دماغك؟ يعني قلت لو في مشاعر بالنسبة لها جايز الموضوع يقرب شوية. بس تفتكروا سيدنا ممكن يوافق؟ هو دايما يقول الناس متساوونة كأسنان المشط، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ما تأخذنيش يا منعم، بس الشيخ يوسف يقول الكلام ده في الجوامع زي الفل، لكن متهيألي الموضوع لما هيبقى عند أخته هيبقى مختلف. أجر يا رامي، ما بالراحة على منعم شوية. في ما أنا بالراحة عليه، عليش أنا بس مش عايزه يتصدم. يتصدم في حنين يعني؟ لا يا سيدي، هيتصدم في الشيخ يوسف. طب بص يا رامي، من الاخر انت موبايلك يرجع لك وترجع له فلوسه. حاضر حاضر يا عليش، رغم انه اتفتح بس مانع مع اخويا برضه. انا مش هرجع حاجه اصلا. مش هترجع حاجه ليه؟ ما تاخد فلوسك يا جدع. انا حر. ايه ده؟ الله، انت مش عايز ترجع التليفون ليه؟ عشان ما يتمنظروش عليا. منظر عليك يا ابني، كان عايز يجي لك البيت. اوعى تكون قلت له انا ساكن فين والله. ما بتشتغل ايه؟ ما قلتلوش، بس يعني هو مش ناقص تناكه. عيل متدلع، ابوه فاتح له محل يكسب من وراه وهو قاعد على الكرسي. يا منعم، رامي بيحبك وما يحبش يزعلك. يا عم يحب فيا ايه؟ يحب فيا ايه؟ انا كل ما افتكر انا فين وهو فين، بيلبس ايه وبياكل ايه؟ امه متستته في بيتهم، ورامي واخدها كعب داير على الشقق، تغسل وتمسح وتنظف. كل ما افتكر بتصعب عليا نفسي وبحس بالظلم. عليش بس برضه كان المفروض ترجع التليفون، انت اولى بالفلوس. المناظرة الليلة هي أول مناظرة بتنظمها ساقية الصاوي بالتعاون مع المركز البريطاني. المناظرة بعنوان حرية الإبداع في ظل المد الإسلامي. اسمحوا لي في البداية أرحب بأحد طرفي المناظرة النهاردة، الكاتب والسيناريست الأستاذ عزت فوزي. في مواجهة الداعية الإسلامي الشهير يوسف عبد الحكيم. مبدئياً كل ضيف هيتكلم دقيقتين فقط عن وجهة نظره في حرية الإبداع، بعدها تنطلق مباشرةً بين ضيفينا الكريمين المناظرة الساخنة. برضو الست أم كلثوم دي مفيش زيها، بكرة يقولوا عليها حرام. ده احنا كنا عملنا ثورة تانية. وقال ايه؟ عايزين يمنعوا المسلسلات في رمضان. يلغوها، بس كل المسلسلات التركية دول عليهم كده شوية رومانسية وحب، حاجة تدوخ. الواحدة مننا يا اختي بتنام تحلم بالواد القمر اللي اسمه مهند. لا يا شيخ والله. وبصي بقى، بيجيكيش في الحلم ينكد عليك. الله الله، طب ما تضحكوني معاكم طالما بتضحكوا. ازيك يا معلم؟ ازيكم يا اولاد، عاملين ايه؟ اه فعلا يا ست، والله هو سحيلها وغلاب. ازيك يا نعمة؟ ازيك يا معلم؟ انا رحت لابوكي في البيت بس ما لقيتوش. تلاقيه على القهوه. اروح له لو في المريخ. بقول لكم يا اولاد، انتوا عارفين ان الطلبيه اللي عندي لازم نسهر ونخلصها، واللي هتسهر فيكوا هتاخد اليوميه يوم ونص. اتفقنا؟ ماشي يا معلم. ماشي يا معلم. لما اشوف بقى تعملوا ايه واقولوا قولي هذا. هوصل مشوار ساعه وارجع لكم. سلام. باي باي يا نعمه. وكان بيقول لك ايه يا بنتي يا نعم؟ وانت مال امك يا بنت؟ خايفه عليكي. خافي على روحها يا اختي. يا ريته كان عبرني انا عليا النعمه ما بات لو انا كاتبه عليه. تخش على ثلاث نسوان يا بنت وعلى عشرة كمان، ده كفايه فلوسه. اهو يرحمنا من الفقر اللي احنا فيه. مش احسن ما اتجوز عيل زي عليش وندور نشحت انا وهو؟
طب حطي لسانك جوا بقك يا حلوه وكملي شغل. الابداع نفحه من الخالق. هبه تقدر تنفع بيها دينك وناسك، وتقدر بدل ما تبقى نفحه تبقى نقمه. حد يقول لي ايه الابداع في الافلام اللي بتستغل الفقر وبتعرض الزنا علنا؟ ده ربنا امر بالستر يقوم الفن يجاهر بيه. طب ممكن ارد؟ من فضلك لو سمحت اكمل كلامي. انا هقول لك بقى الكلام اللي احسن من كلامي وكلامك. قال تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. هنا من امتى؟ من روندو النهاية. ايه الاندماج والعزف الرائع ده؟ ده انت غايبة عن العالم خالص. اوقات كتير ببقى عايزة افصل عن العالم البشع اللي احنا عايشين فيه، والمزيكا هي الحاجة الوحيدة اللي بتفصلني. ما انت يا حبيبتي ما بتريحيش نفسك، خدي هدنة شوية. الهدنة الوحيدة اللي ممكن اخدها لما اموت. يا ساتر. عارفة يا منال، الولد اللي مرمي في المستشفى ده ما بين الحياة والموت في 18 يوم بتوع الثورة كان بيدافع عن الناس اللي ضربوه من كام يوم، اياميها هم كمان كانوا بيدافعوا عنه. بجد مش عارفه ايه اللي جرى له. احنا بقينا بنهتم بحاجات صغيره قوي على حساب حبنا البلد. طب والحل؟ افضل اعزف واعزف 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 لغايه ما اموت. بعد الشر عليكي. صباح الخير. صباح النور يا مايسترو. صباح الخير. امال فين بقيت الشباب؟ احنا اللي جينا بدري شويه. نسمع انت النهارده البريمو كمانجا. انت ازاي ما تحكيليش على الموضوع ده قبل كده؟ اكيد كنت هقول لك يعني يا تيمور. وده حاجه عاديه عندكم كده؟ يبقى اب موجود ومش موجود وعشان ايه؟ اوامر الشيخ يوسف؟ ازاي تقبلوا كده؟ وايه الهيمنه الغريبه اللي بيمارسها عليكم دي؟ مفيش لا هيمنه ولا اوامر، دي قصص وحاجات احنا اتربينا عليها ومقتنعين بيها من غير العقد ولا حاجه. ازاي؟ عشان هو كده يا تيمور، عشان لا يمكن يكون دور الاب مجرد انه يجيبنا ويمشي. فكرة الأب أو الأم اللي كل علاقتك بيهم لحظة دي إحنا مكناش موجودين فيها، لا كنا نعرفه ولا هو يعرفه. وبعد كده مطلوب مننا الولاء ليه طول العمر حتى لو سابنا وما خطرناش في باله. إحنا يوسف مفرطش علينا الوضع ده يا تيمور، وبالتالي محدش فينا عنده ذرة ندم على شكل العلاقة الغريب اللي بيننا. أنا فاهمك أو بحاول أفهمك، بس أنت كل المشاعر دي كانت جواكي وأنت رايحة له؟ أكيد، لأنها مش وليدة لحظة، دي ليالي طويلة من التفكير والحيرة والشك في كل شيء. وكان رأيه إيه؟ طبعًا قعد يتخانق. إطلاقًا. قال لي انت حره يا مروه واعملي اللي انت عايزاه. طب ما هو حللك المشكله اهو. بالعكس ده عقدها زياده، لانه فجاه حطني قصاد تاريخنا كعيله. عموما يا تيمور انا ما اقدرش استغنى عنك، وفي نفس الوقت مش هقدر استغنى عن يوسف، وهو ان شاء الله ربنا هيهديه.